الأخت خديجة. السلام عليكم خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. دايرة الصحة عواش مبروكة. لكذلك خديجة. بارك الله فيك. باش كتمني إن شاء الله. بارك الله فيك، تنشكركم على هذه البرامج القيمة. وبجودكم ومنورين بكم أختي العزيزة. وقل لي خديجة، أنت معنا من سيدي بوعثمان. يا أختي. وبغيتي تفكيها على المستمعة اللي كانت كتسولنا على القريشلات، كيفاش ممكن تحصل؟ ياك عليها البارح وبغيت نلقى واحد الطريقة تصدق ليا في يديا. إي والله يعطيك الخير كله. بارك الله فيك اختي. بسم الله. اذا هذه طريقه ديال القراشل. بسم الله. ناخذ زلافه ديال النافع مدقوق. نعم. تنقيوه مزيان وندقوه مزيان. حبه حلاوه كذلك حتى هي تنقيوها وتندقوها. حتى هي الزلافه ديال حبه حلاوه. وزلافه ديال الزنجبيل المحمر ومدقوق كذلك. نعم. وكاس ديال الزنجلان صايم، يعني ما ندقوش، نديرو زلافه مدقوق وزلاف وكاس صايم. ايه. وتناخدو جوج خمارات حمرين. هيك ما تنجرب. شويه يلاه لقيتيني غنقول لك غير بشويه. غير بالمال. تناخدو جوج خمارات حمرين. وحده بيضه. نعم. قرصه ديال الملح. قرصه ديال خطيرة الدار. جوج كيسان ديال سنيده. جوج كيسان ديال الزبده مذابه. كاس ديال الزيت. وتناخدو جوج ليمونات نحكو القشره ديالهم. ايه. وناخدو في هاد المقادير هادي تناخدو جوج كيلو ديال الدقيق. نعم. تنعملو هادشي كامل في واحد القطعه. تنخلطو هادشي بالزبدة وبالزيت. أول حاجة ناخدو الزبدة والزيت ونفتلو بيهم هاد المقادير هادي هاكا، نديرهم بيدينا نفتلوهم بيهم مزيان حتى يدخل فيهم ديك الزبدة والزيت. ومن بعد ناخدو مشروب غازي، نقدر نقول اللي هو الحمر راهم عارفينو. ناخدو هاد المشروب، كاين اللي تيدير الحليب، كاين اللي تيدير الماء، أنا تناخد هاد المشروب الغازي باش تنجمع العجينة ديالي. أييه. من بعد ما تنجمع العجينة ديالي تنديرها في بلاستيكة تنخليها واحد المدة ديال 10 دقائق. من بعد تنجي تنديرها، راه عارفين كل السيدات راه عارفة الطريقة كيفاش تديرو القراشل، تندهنو الطاقة ديالنا وتنقطعوهم على شكل لوزة ولا نقطعوهم على شكل عادي اللي معارفين السيدات. وتندخلوهم الفران وتيجيو هشاش وتيجيو زوينين وتيبقاو حتى مدة طويلة في الدار. نم 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 دابا غير شي برير اتاي وشي شويه الزبده البلديه وشي شويه العسل ياك، ولا حتى تهز العسل في الحقيقه بلاش، غير شويه ديال الزبيده مع هاد القريشات غيجيو رائعين بطبيعه الحال. وهادو دابا راه يصلحوا للفطور ويصلحوا للكاسكروت ويصلحوا للمناسبه ديال العيد الكبير. اكيد انا ما تيخطاونيش في الدار، ضروري خصني نستعملهم. وشنو هي احسن طريقه باش كتحافظي على الطراوه ديالهم اطول مده؟ تنخليهم شي بواطه ديال بلاستيك وتنخليهم في بلاصه يعني عادي، تحطيهم في الكوزينه في بلاكار، تحطيهم في يعني عادي تيبقاو حتى مده طويله، ما تيتهرسوش لينا ما تيتفتوش لينا يعني، وملي تاكل يوم تيبقاو واحد المذاق ديالهم زوين بزاف. نعم. وديك السطوله الكبار ديال ميكا وكتحطيهم في شي بلاكار يكون جاف ومبرد غيجيو رائعين. انا غنعاود معاك اخت خديجه الا سمحتي لي المقادير المستمعات. هانتي لاله عطيتينا زلافه ديال النافع مدقوق. اييه. زلافه ديال حبه حلاوه. اكيد. زلافه ديال الزنجلان محمر ومدقوق. وكاس ديال الزنجلان صاين. أيه. جوج خمارات حمرين. خمارة بيضاء. أيه. ملحة. جوج كيسان ديال سنيدة. جوج كيسان ديال الزبدة مذوبة. أيه. كاس ديال الزيت. وجوج كيلو ديال الدقيق. جوج كيلو مع ليمونات محكوكين. هادي ما سجلتهاش، إذا جوج ليمونات محكوكين القشرة ديالهم. اي القشره ديال السنيه القشره ديالهم صافي تبقى تعطي واحد المذاق زوين في العجين. والعصير ديالهم ما كتستعمليهش؟
الا ما تنستعمل في العصير. طيب ايه كتخلطي هادشي كله بالزبده والزيت؟ ايه كنسكلو مزيان كيتسيم مزيان حتى تيدخل ليهم الزبده والزيت مزيان. ثم كتضيفي الحليب او الماء او حسب انتيا الاختيار ديالك المشروب الغازي. ايه وكتكوري وكتقرصي كتقطعيهم وكيدخلوا الفران يطيبوا. سؤال اخير اخت خديجه، واش كدهني الوجه بشي حاجه؟ شنو هما؟ واش كدهني لهم وجههم بشي حاجه؟ لا تنطيبهم هكذاك. طيب شكرا كثير. غادي محمرين تيجي زوينين بزاف. غايجيو رائعين. سمعت انهم يزغبوا اكيد غادي ينجحوا في الطريقه. رائعين رائعين، هذه طريقه سهله وغزاله للحصول على قريشلات مغربيين ديك التقليديين بالمذاق ديال النافع وديال حبه حلاوه وديال الزنجلان. تحيه كبيره لك خديجه وعواشرك مباركه مسعوده.